ايضا الاستاذ محمد البهي عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات. استاذ بهي، انتوا اصدرتوا بيان بخصوص ما حدث لصلاح دياب، يعني ايه مدى، يعني ايه سبب انزعاجكم؟ استاذ رميس، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. الحقيقه انا هتكلم بصفتي مواطن مصري، وكنت راصد لحاله سابقه كانت تقريبا بتحاكي نفس الموقف، ابان حكم السيد الرئيس الاسبق محمد مرسي اتخاذ قرارات كانت سابقه لاحكام القضاء، وتم اتهام بعض رجال الاعمال بالتهرب من الضرائب. حتى الان ما زالت مصر تجني الاثار السلبيه لهذا القرار. النهارده نحن بنحاكي او بنعيد، طبعا حضرتك تعلمي ان احنا مش من حقنا نعلق على احكام القضاء، ولا طبعا بالسلب او الايجاب، لا شكرا ولا ذنب. ولكن القضيه بالنسبه لنا النهارده ان هذا الاجراء اللي تم اجراءه اولا صادم بالشارع المصري كله، واعتقد ان في العالم كله عندما يجرم شخص على ارتكاب مخالفات اقتصاديه بيتم توقيع العقوبه على المؤسسه وليس على الشخص، لا بدنيا ولا بهذا الشكل. انا بس يعني لحد دلوقتي مش فاهم هو ايه الموضوع ولماذا. ما هو الموضوع كمان طلع فيه حيازه سلاح واشياء اخرى. لا، السلاح ده اعتقد ان هم ضبطوه عند طبعا توجههم الى القبض على رجل الاعمال. نعم. السيد طبعا يعني المحترم اللي انا طبعا يعني مش هزكيه، لكن هو رجل له احترام كبير جدا لدى دوائر الاعمال. حضرتك تعلمي ان اهم شيء ان دوائر الاعمال في الدنيا كلها، الوطن العربي وحتى في العالم، متشابكه ومترابطه. وفي تداخل قوي جدا بين الناس، وفي انديكيشن او مؤشر بيصل سلبيا من جراء هذه طبعا التصرفات اللي قد تؤثر تاثير سلبي على ما تحتاجه مصر في الفتره القادمه من استثمارات مباشره من الخارج. انا بتصور ان ده هيلقي بظلال كثيفه جدا في الفتره القادمه، واتصور ايضا ان احنا هنجني ثمار سلبيه على مدى طويل. وانا لا اعلم طبعا لماذا يتم بعد طبعا ما كان متقدم، اظن كان في محضر في 2011، يعني ماذا حدث الان او اليوم. وكما قيل من الاخوه اللي يعني تفضلوا بالتعليق في القنوات المختلفه، الرجل لم يكن هارب، يعني كان من الممكن استدعائه بشكل كريم وان يذهب الى النيابه للتحقيق معه، وهذا كان افضل واكرم لمصر. وانا بوجه القياده السياسيه طبعا المفروض ان احنا ناخد بالنا ان السياحه عندها مشكله، ولم يبقى لنا الا استدعاء استثمار مباشر لانقاذ الحاله المصريه والاقتصاد المصري. هل هذه الطريقه بتقلقكم انتوا في قطاع الاعمال او في القطاع الخاص؟ بتقلقك ان انت يعني تشعر بي بي يعني يعني احنا مع القانون، لكن هل بتقلقك، تشعر بالقلق؟ انا قلت لحضرتك والله، بص حضرتك، ان ينجو يعني 1000 شخص يعني حتى او مجرم او مرتكب جرائم من العقاب خيرا من ظلم شخص واحد. لان حضرتك زي ما قلت لك هذا الرجل لديه طبعا عماله كثيره جدا، لديه عائله ايضا، ولديه يعني اتصور ان ده هياثر سلبيا على وضعه. ومهما حاولنا عندما تصدر مثلا يعني ال 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 يعني في الفتره القادمه مثلا احكام ببراءته، اتصور ان الاثر النفسي اللي هيترتب عليه، الصوره الذهنيه اللي اتعملت طبعا، الصوره الذهنيه واحساسه هو بنفسه او احساس الاخرين بيه. نعم، بشكرك أستاذ محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.